اللاعقين في نادي الاتحاد الآن محمد سويد ينضم إلينا. حياك الله محمد. محمد تسمعني؟ يا مرحبا، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. الأوضاع في الاتحاد لا تسر لا عدو ولا صديق. بدون شك طبعا القرار كان قرار جائر، قرار متسرع من الإدارة. وطبعا هذا ينم عن عدم فهم يعني بمفهوم كرة القدم، لأن كرة القدم معروف أن يكون عندك مجموعة من اللاعبين تلعب فيهم من بداية الموسم إلى نهاية الموسم. نعم. وبالتالي طبعا أنت عندك لسه مسابقة مهمة يعني اللي هي كأس الأبطال. صحيح. وأنت تحتاج إلى كل المجموعة يعني. فأنا أحذر الإدارة أن التجاوز هذا ممكن يأثر على الاتحاد في المباريات في الكأس. صحيح. ايوه، خاصة ان عندك انت طبعا مباراة كبيرة حتكون، انت حتواجه الهلال، حتواجه الاهلي، حتواجه النصر، المحتمل انك تخسر خسارات كبيرة. وبالتالي اللاعبين كرة القدم اللي في نادي الاتحاد اللي قدموا جهدهم وعصروا جهدهم في السنوات نعم. الماضية، محمد نور وسيد كريري ورضا تكر طيب كابتن، لاعبين كبار كابتن يعني هذا قرار جائر حقيقة يعني. نعم، خلينا نتكلم بصراحة، الجمهور الاتحادي وعدد من المحللين كانوا يطلبوا من فترة يعني من الموسم الماضي بإحلال لنادي الاتحاد، ليش ما اتخذ القرار من الإدارة؟ يعني كان ردود فعل خلينا نقول عنيفة من الجماهير وكذلك من هو مفهوم الإحلال يكون بداية الموسم. نعم، يكون بداية الموسم، ما يكون في آخر الموسم. أنت مع الإحلال يعني؟ الإحلال أوكي بس بالتدريج، لانك انت تتكلم على لاعبين كبار خدموا النادي، محمد نور الان تاريخه كبير في نادي الاتحاد. نعم. يعني تخيل لاعب يمكن اكثر من 15 سنه 200 كيلو متر من جده الى مكه. صحيح. اكثر من 21 بطوله. كابتن وقائد نادي الاتحاد. اتذكر انه في واحده من المرات يعني كان اخذ كرت احمر فقال سيد خادم الحرمين انت تستحق الكرت الابيض. مثل ما يقول الاخوان الفرنسيين الكارت بلانش، يعني انت رقم صعب في نادي الاتحاد. طيب. محمد، رسالة للإدارة حابة توجهها؟ والله أنا أقول لهم أنا الإدارة المفروض يعيدوا جميع اللاعبين. نعم. يعني سواء محمد نور أو حزازي أو رضا تكر أو منتشري إلى نهاية الموسم، لأنه هذا عندك أنت استحقاقات مهمة. جمهور الاتحاد هذه رسالة وجهها كبيرة حقيقة، يعني هذا من النادر أنه يكون جمهور الاتحاد يدخل بهذا الشكل ويعمل لك احتجاج مؤدب، لأنك أنت لو خسرت مباراة في المستقبل شكلك يعني اكثر من كذا، يعني الان شكلك الان سيء. نعم. اداره الاتحاد شكلها سيء الان، لكن في المستقبل حيكون، انا احذر لهم من الان، حيكون وضعهم اكثر من كذا وحيضروا بتاريخ نادي الاتحاد وسمعه نادي الاتحاد. شكرا لك كابتن. في نقطه مهمه الله يخليك، كنت اتكلم بخصوص ابراهيم هزازي. تفضل. اي، ابراهيم هزازي صراحه من اللاعبين الكبار اللي عنده طاقه. نعم. وهو يحتاج حقيقه الى نوع خاص من التعامل بكيفيه تفريغ طاقته. نعم. يعني هو واجه كثير من الضغوطات، لا هو ولا الكابتن نايف هزاز، من كثير من يعني كثير من المنتقدين يعني. فهذه تراكمات، يعني الانسان يوصل الى مرحله، حتى اتذكر انه لاعب في الامارات اسمه ماجد ناصر لاعب حارس نادي الوصل. نعم. مر بنفس المرحله اللي مر فيها ابراهيم هزازي. فوجه الشيخ محمد بن صقر انه يشوف طبيب مختص في هذه المسائل. وبالفعل قال الطبيب انت عندك طاقه لازم تفرغها بشكل ايجابي حيث انك انت تقدر تساعد فريقك. وبالفعل يعني جلس اكثر الان هو يعني كابتن، كابتن محمد النادي الاهلي كابتن تفريغ الطاقه في اللاعبين يعني الخصوم ولا كيف؟ لا لا انا اقول لك هو، لا انا اقول لك انه الان اسمح لي اخوي صالح تفضل عشان تفهم الموضوع. تفضل. هو الطاقه الموجوده عنده انه هو عنده نزعه هجوميه. نعم. ووضع الاتحاد، وضع الاتحاد في المرحله الحاليه ما يساعده انه هو يعطي يعني المسائل الهجوميه والنواحي الدفاعيه. فيصير عنده بعض اللبس اللي هو المفروض توصل له رساله، انك انت لما يكون عندك هذا الشحن لازم هو بس توصل له رساله، ولا هو حتى اعتذر منكم البارح يعني وقال نعم. انا اسف، وانا كمان اعتذر يعني بنيابه عنه ونيابه عن جمهور الاتحاد. التبرير يقبل كابتن، التبرير دائما يقبل، لكن ما يكون في ضحايا لهذا التبرير ولا لا؟ لا انا اقول لك هو تصرف خاطئ، لانه احيانا نعم. تمر على الانسان لحظات بسيطه يكون هو اوريدي داخله شحن، لكن لما انت تفهمه انك انت ترى اخطيت وتوجهه. وانا اعطيتك مثال بسيط، انت شوف اللاعب ماجد ناصر حارس النادي الاهلي الان. نعم. حارس كبير والان تغير بشكل، هو يقول بنفسه، يقول انا جلساتي مع الطبيب افادتني كثير وانا الان خلاص يعني ما مستحيل اكرر اخطائي في السابق. نتمنى انه يكون ايضا الكابتن ابراهيم هزازي يعني احد اللاعبين اللي يفرغ طاقاتهم في يعني الكره وضد الخصوم. فانا اعتقد انه حيكون عقاب داخلي. نعم، نتمنى التوفيق للكابتن ابراهيم. ايضا شكر لك كابتن محمد على تواصلك مع برنامج
الملعب. احنا تقدير للكابتن يعني تم المداخله ولا انتهى الموضوع. نرجع للاتفاق اللي نتمنى لك كل التوفيق، مهمه اسيويه غدا، حياه او موت هذا حديث المدرب حسن. مفترق طرق مباراه للاتفاق. نعم. على الاتفاق اذا ما اراد ان يبقى في صلب المنافسه ان يقدم مباراه استثنائيه غدا وان يكسب، خاصه ونحن نتحدث انه يلعب مع فريق جيد اللي هو فريق الشباب، لكن على ارض نادي الشباب الاماراتي، لكن حتى الشباب الاماراتي هو اقل فرق المجموعه حظا بخسارتين، واتصور انه حتى الاتفاق بنقطه واحده يعني، لكن اذا ما قبلنا يعني خسارته خارج ارضه رغم انها كانت يعني شبه غريبه يعني من الفريق بختاكور، لكن لن نقبل حقيقه تعادله مع الاخويا في الدمام في ظل مستوى فني دون مستوى، وللامانه الاتفاق اجمالا يعني الفريق فنيا دون المستوى، دون الوضعيه الفنيه اللي ننشدها جميعا، لكن انا اعتقد انه حتى وفي ظل غياب مثلا لاعبه المميز يحيى الشهري اتصور ايضا انه سيواجه مشكله اخرى بالاضافه، لكن هذا لا يعني لا حمد راح يعوض غياب الشهري؟ ربما، لكن حمد غايب عن مباريات ومشاركات من فتره طويله، انا اتصور انه الاتفاق يعني حظوظه موجودة يعني على الورق موجودة، لكنها تحتاج إلى عمل فني كبير، وتحتاج إلى إصرار من اللاعبين، تحتاج دعم من إدارة النادي، تحتاج إلى التفاف حول النادي ومحاولة مساعدته، خاصة أنه يعني هيلعب مع الشباب ثم سيرجع يلعب مع الشباب. مو صعبة كثيرة. لا لا ما هي صعبة. ما هي صعبة. يعني الفريق الشباب الإماراتي مع احترامنا له مو بذاك الفريق القوي أو المتصدر أو إلى آخره. حتى في قراءة المجموعات. نعم. تعتبر مجموعة الاتفاق صحيح. الأقل بين نظيراتها بالنسبة للأندية المشاركة في البطولة الآسيوية. نعم. أسامة أنا أقول له أخو يجب الفوز غدا. غيرك يجب الفوز، وغير كذا أنه ترى الفريق المقابل لبكرة للشباب الإماراتي مو ذاك الفريق المزعج للفريق الاتفاق. الاتفاق المستويات اللي قدمها لو ركز شوي بس يمكن يكسبها بسهوله، لان الاتفاق عنده 6 نقاط اليوم، اللي غدا ان شاء الله هو العوده في الاسبوع القادم في الدمام، 6 نقاط كفيله ان تصعد الشباب بالاتفاق الى النقاط السبع ويبدا يدخل المنافسه، لانه اي خساره يعني او نقول اقلها يتعادل بكره مع الشباب معناته ان الاتفاق فقد فرصه التاهل لدور 16 شبه مؤكد، لانه يعني يكون عنده نقطتين والفرق الثانيه تجاوزته في هالنقاط، لذلك انا اقول الفريق الشابي الاماراتي ليس بذات المزعج بالنسبه للاتفاق، قادر الاتفاق تجاوزه، فالاتفاق يملك عناصر تفوق وعناصر يمكن تصنع يمكن اللعب الجيد وتصنع او تغير اسلوب الفريق في لحظات، بالتالي الاتفاق يحتاج فقط الى بس تركيز ويحتاج الى هدوء وكسب الشاب سهل بسهوله، لانه يعني قلت لك الشاب ليس بذاك الفريق المزعج بالنسبه للاتفاق. طيب توقعاتكم مباراه؟ انا ليس اتوقع، اتمنى الاتفاق ان شاء الله يفوز وليس اتوقع. كلنا نتمنى اسامه في نتيجه معينه؟ لا 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 طبعا اتمني انه باي نتيجه لكن يفوز الاتفاق. طيب حسن تتوقع نتيجه معينه غدا؟ تعادل. طيب هذا حديثنا عن الاتفاق، حديثنا عن المجموعه بي، ننتقل الى